يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تعلمون ما حصل من أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فما هو واجبنا كأفراد من الأمة حيال هذا الأمر العظيم؟ لا شك أن الكفار أنهم أعدى للرسل عموما، وليسوا أعدى لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما هم أعدى للرسل عموما، فما حصل منهم إنما هو جزئية من جزئيات عداوتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالواجب أن نعرف ذلك وأن نأخذ حذرنا منهم، أن نأخذ حذرنا منهم ولا نغتر بمخادعاتهم ونفاقهم مع المسلمين، وأنهم يريدون التقارب والمؤاخاة بين الأديان. نحن تبين لنا وتبين، وهذا متبين من قبل، لكن بهذه الحادثة تبين للمغرورين أو الذين يحسنون الظن، تبين لهم أنهم على غلط في هذا الأمر، وأن الكافر لا يجوز محبته ولا يجوز تصديقه، والانخداع به مهما أظهر للمسلمين، فينبغي أن يؤخذ الحذر منه، هذا هو الواجب. فهذا أعطانا درساً لن ننساه، وهذا يزيل الشبهة عن الذين يريدون التقارب بين الإسلام والكفر، ويقولون الإسلام دين المسامحة ودين المحبة ودين ودين إلى آخر ما يقولون. نعم، الإسلام دين المسامحة، لكن في حدود الشرع، مسامحة في حدود الشرع، والتقارب أيضاً في حدود ما أباح الله جل وعلا. أما أننا نندمج مع الكفار ونجعل ديننا ضمن الأديان الأخرى، هو دين مثل الأديان الأخرى كما يقولون، فهذا أمر باطل، ولا يستوي الكفر والإيمان، ولا يستوي الحق والباطل، ولا يستوي الهدى والضلال أبدا. فهذا فيه مصلحة أن تبين للمغرورين والملبسين من بني جلدتنا أنهم على خطأ في تقاربهم مع الكفار وعقد الندوات والمؤتمرات معهم من أجل ترويج الكفر وقرنه مع الإسلام، وأن كلها ديان وكلها، هذا لا يجوز أبدا. نعم.